زي ما قلنا قبل كده ان السمنه داء، مش بس داء، لا ده كمان بيؤدي لكتير جدا من الامراض اللي ممكن يتعرض ليها اي حد سواء اذا كان صغير او كبير، الا اذا كان بيعاني من داء السمنه. والامراض اللي ممكن يتعرض ليها دي انسداد في الشرايين، سرطانات، امراض كتير جدا ممكن نتعرض ليها. علشان كده هنتكلم النهارده عن طرق علاج السمنه دي. بس اسمحوا لي الاول ارحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، دكتور احمد صبري، استشاري التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور. في بدايه حلقتنا النهارده عايزين نعرف ان ناس كتير جدا بتعمل دايت وبتقوم بعمليات كتير جدا من عمليات الرجيم القاسي جدا، ومع ذلك ما بتنزلش في الوزن، ليه؟ حقيقة طبعا هو اصل الدايت ده ليه قصه كبيره جدا، يعني في حاجات كتير جدا بتؤدي الى فشل الرجيم، اولها الاستعجال. يعني طبعا انا عايز اقول ان كل المصريين دايما عندهم الاستعجال. واحده مثلا عندها مثلا مناسبه تيجي تعمل دايت قبلها بخمس ايام او ست ايام، عروسه عندها فرح مثلا بعد اسبوعين، تفتكر قبل الفرح بتاعها باسبوعين. فمن اسباب فشل الرجيم هي الخطه القصيره. الاستراتيجيه لازم تكون استراتيجيه طويله المدى، لازم نفهم ان الدايت بيعمل تغيير على فتره زمنيه، مش هينفع ابدا ان انا اتغير في ايام، لان انت جسمك ده والدهون اللي جسمك خزنها كونها في ايام طويله جدا، فاذا انت كمان محتاج وقت طويل عشان تبدا تنزل في الوزن. كمان في اسباب كتيره جدا بتؤدي الى فشل الرجيم. الاسباب دي بعض انواع الاكل في الدايت نفسه. في ناس مثلا ما بتاكلش السلطات، والسلطه دي مهمه جدا لانها بترفع الحرق بنسبه 30%. ففي ناس بنحط لها في الدايت السلطه بتقول انا ابدا ما باكلش، لا احبش الطماطم، ما احبش الخس، وما احبش الخيار. واذا الحاجات الخضراء دي نفسها بتقلل من امتصاص الدهون بالنسبه للكبد، وكمان نفسها بترفع الحرق لان فيها املاح معدنيه وفيها فيتامينز وفيها نسبه من المعادن، فدي مهمه جدا جدا. كمان الناس اللي ما بتاكلش حاجات فيها مأكولات بحريه، في ناس ما بتحبش الاسماك، ما بتحبش منتجات الالبان، ما بتحبش الحاجات اللي فيها الكالسيوم. الحاجات دي مهمه جدا لان فيها عنصرين مهمين جدا. اولا الكالسيوم بيرفع الحرق جدا، ده هو نفسه مكون اساسي من مكونات الحرق. والنقطه الثانيه الاوميجا 3 اللي بتلعب دور مهم جدا في تقليل امتصاص الدهون. يعني انت لو انسان طبيعي وبتاكل السلطه الخضراء عشان يجيلك املاح وفيتامينز وفيتامين بي وفيتامين بي مركب وكلام من ده، وبتاخد مثلا مأكولات بحريه وبتاخد منتجات البان، اوريدي العناصر الغذائيه دي مش هتخليك تتخن، فده مهم جدا. يبقى النقطه الثانيه هي الاكل نفسه واستراتيجيه الاكل، النظام الغذائي نفسه يعني يكون فير، دي النقطه الثالثه. طبعا انا دايما بشوف ناس بتعمل دايت هي مش مناسبه ليها. يعني واحده مثلا عملت دايت خست، جارتها قالت لها لو سمحت اديني الدايت ده ابدا انفذه طالما انت خسيتي عليه، وبدات هي كمان تشتغل عليه. يعني مش كل انواع الدايت تنفع لكل الناس ابدا. طبعا انت لما بتيجي تروح لمتخصص، المتخصص ده بيبقى ليه دور مهم جدا، لان الناس بتفتكر ان انا عشان انظم اكلي ده مع نفسي واكل لحمه وفراخ ومش عارف اعمل ايه، الكلام ده ما ينفعش. احنا بنبدا خطتنا العلاجيه على اساس ان احنا بنبدا نقيس الحرق، ده رقم واحد. لازم افهم اللي قدامي ده حرقه شكله ايه، نسب الميه عنده ايه، نسب الدهون شكلها ايه، نسبه العضلات ايه، عشان اقدر احط استراتيجيه علاجيه واحط له نظام تغذوي مبني على اسس علميه سليمه. مش هينفع ان انا ادي واحد مثلا عنده مثلا ضغطه عالي ومثلا عنده ارتفاع في نسب الكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم، ابدا اديله مثلا اكل فيه بيض كتير وابدا اقول له لا خد مثلا انواع معينه من الزيوت. في حاجات معينه لازم تتظبط. في ناس تانية مثلا عندها سكر، الناس دي لازم تتحط لها انواع معينه من الاكل، لازم احافظ على نسب معينه من النشويات. فيبقى اذا كل واحد ليه دايت معين حسب حالته الصحيه، حسب الحرق بتاعه، وعلى حسب كمان نسب معينه من المكونات اللي بتشارك في تكوين جسمه. لو هو مش فت عنده نسب العضلات قليله، هبدا اركز مع الدايت ان اعمل له بالانسنج مع الدايت، احط له انه يبدا يعمل رياضه. هيبقى الموضوع بالنسبه له ابدا مش دايت، دايت ورياضه، لان نسب العضلات عنده قليله، هو اوريدي مش فت. في كمان اسباب ثانيه يعني بتشارك في فشل الرجيم، ان الواحد يعمل دايت ويبص على الميزان يلاقي نفسه ما بيخسش، عشان دي بتصدم بقى يقوم يوقف مع نفسه. يعني هو فشل الرجيم دايما سبب في ان الناس تعمل جيفنج اب، الناس يعني ايه تسيب الدايت وتبدا يعني تتجه اتجاهات اخرى. يعني
يعني انا عايز اقول ان في اسباب تقليديه خلينا نبقى متفقين عليها، والاسباب دي ما نزعلش ابدا منها. اولا فتره التبويض عند السيدات، يعني فتره الدوره الشهريه دي فتره اوريدي الجسم بيكون عامل ووتر ريتينشن، ممتص كميه كبيره من الميه ومخزن كميه كبيره جدا من الميه، فلازم يكون في تقل على الميزان، لازم تكون السيده في الفتره دي وزنها تقيل جدا، فده ما يزعلهاش. يعني هي تروح توزن وتشوف وزنها، ولو في زياده نص كيلو او كيلو ده ابدا ما يزعلناش، لان ده شيء تقليدي وشيء طبيعي جدا وموجود. كمان الناس اللي بتعاني من امساك مزمن، الناس دي ما تزعلش، لان الغازات وانتفاخات وعسر الهضم وتهيجات القولون كل الكلام ده بيخلي الحجم نفسه بتاع المعده يكبر جدا، فالشكل اوريدي بيتغير لان الكرش نفسه بيبقى كبير جدا. الحاجه الثانيه بيبقى على الميزان وزنه تقيل، فدايما لو عندنا حد عنده امساك ما يزعلش، لكن لما فتره الامساك دي تعدي بيبدا الوزن نفسه يتظبط كتير. فدي الاسباب التقليديه اللي الناس بتزعل منها ولازم ناخد بالنا منها. في اسباب تانية، اسباب دي ليها علاقه يعني ببعض السلوكيات بقى اللي الناس بتعملها. اولا في ناس بتيجي ما بتفطرش، يعني مهما تقول له افطر يقول حاضر ويصحى مثلا العصر، يبدا يصحى على 3 العصر ويبدا على ما يصحى ويفوت ساعه يبدا يخش على وجبه الغداء. فطبعا يا جماعه وجبه الفطار دي مهمه جدا، انت لو ما فطرتش الكبد بتاعك مش هيشتغل والحرق بتاعك كمان مش هيشتغل، لازم تبقى فاهم كده مهما عملت دايت، لان هو الموضوع مش تنظيم غذائي بس، لان انت محتاج مع التنظيم الغذائي يبقى في عندك بعض الانماط السلوكيه والحياتيه السليمه، لازم عندك عادات غذائيه مش دايت. في ناس ما بتاكلش كتير، يعني في ناس بتقعد على الوجبه ما بتاخدش مثلا رغيفين وثلاث رغيفه في الوجبه ولا طبقين كشري مثلا، في ناس ما بتاكلش كتير ولكن هم عاداتهم غلط، يصحى الصبح ما يفطرش، طول النهار يقعد ما ياكلش ويجي بالليل يبدا ياخد الوجبه الثقيله قوي وياكلها ويخش ينام على طول، بالذات الرجاله، فتبص تلاقي عنده منطقه الكرش ظهرت بسرعه جدا. كمان في ناس ما بتشربش ميه خالص، في ناس هيدروفوبيك ما بتحبش الميه ابدا، يعني لو شربوا بق ميه في اليوم يبقى كويس جدا، فالناس دي عاده ما بتحرقش. يعني الناس اللي ما بتحرقش اول حاجه بنقول لهم انتوا بتشربوا ميه، يقول لك لا انا ما بحبش الميه خالص، انا بعتمد على حاجات ثانيه، بيعتمد على المياه الغازيه، بيعتمد على كذا. فلا، احنا عايزين شرب الميه لان ده بيعمل حاجه اسمها الديتوكسيكيشن، عمليه فلتره الجسم من السموم، بيساعد ان الجسم يبدا يتخلص من الفضلات اللي بتنتج عن طريق الايد اللي بيحصل في الجسم، فبيبدا الجسم يستعيد الاكتيفيتي بتاعته، يستعيد الباور ويستعيد طاقته للحرق وهكذا. فلازم الناس تشرب ميه كتير، دي السلوكيه الثالثه. اربعه، الناس اللي بتشرب كافيينز كتيره، الناس بقى اللي بتبقى يعني دايما طول ما قاعده شاي في نسكافيه في قهوه، بس دي بتبقى عادات يا دكتور للاسف، بس يعني هي عادات خاطئه. كتر النسكافيه والقهوه والشاي ده بيبوظ الحرق تماما، فطبعا دي لازم يعني كفايه جدا كوبايه مثلا بتاعت الصبح اللي بنعمل بيها الهيد دي، كفايه جدا مره الصبح مره تاني في وسط اليوم. يعني وهل هتشرب المشاريب السخنه دي الشاي والقهوه والنسكافيه وهتحط مثلا معلقتين سكر؟ طب ما انت ليك معلقتين سكر في اليوم كله، هل هتحافظ على حدود السكر؟ لان لو ما حافظتش على حدود السكر دي كارثه، ده انت كده هتبدا تزيد، يعني مش هتيجي على الميزان ثابت في الوزن، لا انت ممكن كمان وزنك يزيد كيلو واتنين كيلو. فطبعا دي مشكله، كتر الكافيين بيبوظ الحرق، ودي السلوكيه الرابعه اللي احنا يعني لازم ننصح بيها الناس. وكمان الكافيين بيساعد في تخزين الدهون في منطقه الارداف، يعني دايما الناس اللي عندها السيدات اللي عندها ارداف كبيره، الناس دي دايما تلاقيهم مدمنين بقى نسكافيه وقهوه وحاجات بقى هوت شوكليتس وحاجات كده يعني. فدي العاده اللي هي الرابعه اللي الناس بتبدا تستخدمها. العاده الخامسه، الناس اللي بتعمل دايتس على مزاجها بقى. الناس لسه كنت هقول لحضرتك بقى، يعني حضرتك لما تعمل لحد دايت وتحط له مثلا نشويات سكريات بروتين فيشيل ويحط بمزاجه، دي برضو حاجه بتخلي عمر الرجيم قصير او تخليه ما يحرقش او ما ينزلش في الوزن. هو طبعا احنا بننظم الرجيم على اساس هرمي، يعني مكونات معينه، والدكتور ساعات بيبقى ليه يعني طريقه معينه واستراتيجيه خاصه. الدكتور ممكن يكون يعمل زجزاج، مش عايز مثلا، عايز نسبه النشويات لا تتعدى ال 20%، هيديك ربع رغيف مره بس في الفطار، مش هيدي تاني في اي وجبه. يجي طبعا الشخص اللي بيعمل دايت يحط في الغداء فيفسد الرجيم، او يجي مثلا الربع رغيف يخليه نص رغيف، او يجي مثلا يشيل العيش كله من اساسه، واحنا عايزين ندي جرعه من النشويات عشان الجرعه دي يعني هتخلي الحرق يشتغل بطريقه معينه. فللاسف الناس اللي بتفضل اللي بيحط التاتش بتاعه، طبعا الناس دي بتخرب تخريب رهيب في الرجيم. لا، خلينا نلتزم بالرجيم صح، خلينا نعمل الدايت صح،
برضو المتخصص يعني الرحمن فاسأل به خبيرة. يعني طبعا كل واحد متخصص في مجاله بيعمل حاجة على أعلى مستوى، مهما كانت خبراتك ومهما كانت تجاربك مع الدكتورز اللي بتروح لهم، بس خلينا يعني نلتزم. طيب دكتور، بالنسبة للدهون اللي موجودة في الأرداف، هل في طريقة معينة أو رجيم معين ينزل بس المنطقة دي لو بقيت الجسم سليم ما فيهوش أماكن زيادة بس موجود في الأرداف، ساعتها ممكن نعمل إيه؟ هي طبعا يعني سمنة الكمثرى أو سمنة الأرداف عشان الناس بتعرفها بقى بالبلدي، هي تكتل الشحوم في النص التحتاني من الجسم. طبعا السمنة دي في 70% من السيدات المصريات، يعني كل 10 من السيدات المصريات تجيب منهم 7 تلاقي عندهم المشكلة دي. وطبعا يعني سمنة الأرداف دي أنا عايز أقول بس بالراحة كده إيه أسبابها. يعني هي أولا عشان الست المصرية ما بتتحركش، وهي معتقدة إن حركة البيت كفاية جدا، فما بتقولها اتحركي بتقول لك والله أنا ما بقعدش في البيت، فدي مشكلة كبيرة جدا، لأن حركة البيت كلها ما بتعديش 105 سعر طول اليوم. لو اشتغلتي أشغال شقة طول اليوم مش هتعدي، ده مش كافي، لأن أنت مفروض تحرق فوق 300 سعر في اليوم. فإحنا قلة الحركة دي سبب من أسباب تكتل أو تكون الدهون في منطقة الأرداف. الحاجة التانية تخلخلة الهرمونات، في اضطرابات معينة في الهرمونات الأنثوية زي الاستروجين، وده عادة بيحدث يا إما قبل فترة الجواز بسبب تكيسات المبيض، ودي بيبقى ليها علامات عند البنت قبل الجواز، علامات معينة بنبدأ نشوفها، شعر معين بيطلع زايد، حاجة معينة لون الوش، غمقان معين، صوتها مثلا بيبقى تخين سنة، علامات احنا بنلاحظها، فبنقول لها انت عندك تكيسات، فابدأي شوفي المشكلة دي. وعادة دكتور النساء نفسه بيبعت لدكتور الدايت عشان تنزل، عشان الدهون اللي محوطة المبيض دي هتعكسها في عملية الحمل بعد الجواز. الحاجة التانية بقى لخبطة الهرمون بعد الجواز، يعني في سيدات عندها الاستروجين دي بتلخبط بعد بقى الحمل وبعد الولادة، فبص عندها منطقة الأرداف بقت زيادة جدا، بقى محيط الأرداف كبير جدا. فاحنا لازم ننتبه، يعني هي دي الأسباب، احنا لازم نتحرك، لازم نخلي بالنا، نتابع قصة الهرمونات دايما مع دكتور النساء بتاعك، ولازم في تحاليل معينة بتتعمل عشان تطمن على مستوى الهرمون في الدم. الأرداف بقى دي نفسها ليها طرق في التعامل معاها، يعني لأن طبعا أنا عارف إن دي مشكلة معقدة ستات كتير جدا الصراحة للأسف، يعني هما بيبقوا متضايقين شوية. هي طبعا بتعمل باد كوزموتيك أبيرنس، بتعمل شكل مش سليم، لأن مبيبقاش فيه تناسق بالذات في لبس البيت أو اللبس الكاجوال عامة. لكن يعني في طرق احنا النهارده بنقدر نستخدمها، وبدأنا نحل المشكلة دي حتى ولو المشكلة دي وراثية. يعني لو شكل الأم وشكل الخالة وشكل العمة العيلة كلها عندها جناب، برضو ينفع ان انت تصلح منطقة الأرداف دي، يعني عشان في ناس بتقول اصلا شكل عيلتي كده فمش هتغير. لا، بس كل الفكرة ان الدهون دي بتكون دهون صلبة، دهون خروجها صعب، فانت لما بتيجي تعمل دايت في اكلات معينة لازم تبعد عنها. منتجات الألبان لازم تقلل شوية من منتجات الألبان، الموز ممنوع منعا باتا، شرب المية اكتر من لترين يوميا، المشي على الاقل نص ساعة او ممارسة الايروبكس، لازم تبعد عن الاوربتراك، ما تستخدمش الاوربتراك، ما تستخدمش العجلة، هو يا مشي يا ايروبكس يا اما دانسينج اكسرسايز. ان الست لو مش هتقدر تمشي عشان ظروف البلد الغير امنه، ممكن تمارس رياضه زي رياضه الرقص مثلا لمده نص ساعه في البيت. الحاجات دي بتحسن جدا. كمان في مشاريب ممكن تساعد جدا الارداف، القرفه والجنزبيل، الفجل الابيض كمان في السلطه ده مهم جدا، الرده. احنا دايما بنقول للناس اللي عندها ارداف تستخدم معلقه او معلقتين رده على كوبايه ميه، تشربها مثلا قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء. الشاي الاخضر، الشاي الاخضر ده ممتاز، لو كمان بالنعناع تحفه بالنسبه لعلاج منطقه الارداف. نبعد تماما عن المياه الغازيه، المياه الغازيه هي دي صفه عامه بقى للجسم كله يا دكتور. بالظبط. يعني هي دي معظم الاسباب ومعظم الحاجات اللي بتخلي فيه عندنا ارداف بالنسبه للستات، عشان ما يزعلوش ومن الاول يتفادوا المشكله، ونقول لهم بقى طريقه الحل. يعني طيب انا بفكر بس الساده المشاهدين ان احنا هنستنى اتصالاتكم واستفساراتكم على الخطوط الارقام الموجوده قدامكم على الشاشه، اي حد عنده اي استفسار او اي حاجه يتصل بينا والدكتور هيرد عليه. دكتور، السؤال بعد كده، ايه هو الجديد في طرق علاج السمنه؟ هو احنا طبعا احنا متفقين ان سمنه الارداف هي سمنه صعبه،
تكتل دهني صلب جدا، طبيعة الدهون متماسكة قوي فما بتخرجش بسهولة. الجسم هيبدأ يسحب من الدهون السهلة اللي خروجها سريع. الدهون دي عشان الدورة الدموية ما بيجيلهاش كويس، فما بيجيلهاش نيتروجين ولا أكسجين كويس، فمش هتخرج بسهولة. فمن هنا بدأ العلم وبدأ العلماء يطلعوا حاجات جديدة، وهي بقى دي الثورة التكنولوجية. بدأت تيجي معدات حديثة جدا، بدأنا نستخدمها في تفتيت الدهون الصلبة دي، ونغير المحتوى الدهني دي، ونجبر الجسم انه يختار يعمل سيلكتيفيتي على الدهون اللي هي بدأنا نكسرها. وهو ده الفكر. يعني انت مش هتروح تعمل جهاز عشان تخس، انت هتعمل جهاز عشان تشكل جسمك. في حاجات كتيرة جدا، في الالترا ساوند. الالترا ساوند ده ليه تركيزات عالية التردد، بدأنا نقول عليها الكافيتيشن، بتوصل ل 80 كيلو هرتز. دي يعني موجات فوق الصوتية. موجات فوق الصوتية دي شكلها زي كده بالظبط، فبتخبط الخلايا الدهنية، بتكسرها، بتحولها من الحالة الصلبة للحالة السائلة. الحالة السائلة دي بتبدأ تخرج عن طريق التصريف الليمفاوي، وعن طريق اليورين اللي هو عن طريق البول. فاحنا لما بيجي العيان يعمل الكافيتيشن ده، لازم نقول له اشرب ميه كتير عشان يعمل فريكوانت يورينيشن، عشان يبدا يدخل التويلت، يعمل ينزل مع السوائل الزياده الموجوده في الجسم بالظبط. فده اللي هو الالترا ساوند كافيتيشن. كمان تقنيات عاليه جوده من الليزرز. النهارده بنستخدم الليزر البارد اللي انت ما بتحسش بيه، ولا مثلا زي الليزر السخن في الم او اي حاجه، دون الم خالص. الليزر ده بيغير جدا المحتوى الدهني ده، لانه بيخلي الخليه الدهنيه نفسها ترابشر، خلي الخليه الدهنيه نفسها يعني تفرقع. فمساله ان الخليه الدهنيه تبقى ديسترويد، تتدمر، دي ما بيخلاش تتكون من اول وجديد. وده الفكر الجديد بقى في مساله تنسيق قوام، ان اللي بيعمل النهارده المعدات الحديثه دي ما بيرجعش تاني يرتد، والمناطق دي ما بتكونش دهون من اول وجديد. في كمان تقنيات تانية بدأنا بقى أخيرا الجيل الجديد بنقول عليه، أو الجيل الثالث عندنا في مجال تنسيق القوام، اللي هو الكرايوثيرابي، الفريزنج للدهون، التجميد للدهون. ودي التقنية ده بالظبط كده، لما بتجمد الفرخة مثلا، الفرخة دي نفسها لما بتتجمد بتقل قوي كده في الحجم. فده تقنية حديثة قوي، وبتعمل يعني أرقام كبيرة جدا في الجلسة الواحدة، ممكن تعمل 5 أو 7 سنتي على حسب التكتل الدهني اللي موجود. والحقيقة الحاجات دي كلها حاجات سيف جدا، آمنة جدا، ولكن الحاجات دي محتاجة حاجات معينة. زي ما قلت، تشرب ماء كتير، تكون بتمشي كويس جدا، لأن الدهون اللي هنكسرها طبيعي إن الجسم هيستخدمها في إن هو يولد بيها طاقة. فإذا أنت ما بتعملش مجهود وما بتبذلش حاجة أن أنت تستهلك طاقة، فطبيعي أن المحتوى الدهني يفضل زي ما هو. عشان برضو الناس اللي بتيجي تعمل ريشيب وما بتلاقيش النتائج اللي هي الواو، الخمسة والأربعة والثلاثة سنتي، بتبقى زعلانة. لكن الحاجات دي عامة بتعمل تغيير من 8 لـ12 سنتي في الكورس، عشان برضو نبقى فاهمين. من 8 لـ12 سنتي ده اللي هو أنت بتتغير نمرتين أو ثلاثة في البنطلون، عشان نبقى فاهمين كده بالبلدي يعني، مش بالمرة. يعني ما تروحش تعتمد على المية، يعني تعتمد على المرة، لأن أنت بتيجي تعمل مرة بيخرج كمية كبيرة جدا من المية بره جسمك، وبعد كده أنت بتشرب مية، فالسوائل دي الجسم بيرجع إيه يخزن تاني. خلينا نتعامل بالكورس، بالتبن جلسات في الشهر، أو بالـ 12 جلسة في الشهر، يعني اللي هي بقى أنت بتعمل مثلا دي أون دي أوف الجلسات، أو على حسب ما الدكتور بيحدد لك، توايس ويكلي، مرتين في الأسبوع. احنا قلنا مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة يا دكتور من أول مرة، عشان الاستعجال بس. احنا على طول مستعجلين. دكتور احنا معانا أول اتصال. أستاذة داليا أهلا بيكي، حضرتك معانا على الهوا، اتفضلي. ألو، مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور، مع حضرتك. ألو. ألو، ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا أستاذة داليا. انا كان عندي مشكله يمكن بحلها بقالي كتير قوي مش حل للاسف. انا والده مرتين سيزيرين، واول مره كنت تخنت قوي، اول حمله تخنت قوي قوي حوالي مثلا حاجه 20 كيلو، والحمد لله كنت خسيتهم نزلتهم كلهم يعني. وتاني حمله يعني ضخمت كتير قوي، بس عندي حوالي 10 كيلو زياده. انا عندي مشكله ان انا بعمل كل حاجه دخلت بتقول عليها، بمشي باكل اكل صحي، بشرب ميه كتير. والحمل الاخير ده من قد ايه الوقت؟ من 8 شهور تقريبا. من وقت انا عندي حوالي 10 كيلو زياده، او 10 يعني كيلو زياده بس. 170 ووزني 80. استاذه داليا، الحمل من 8 شهور تقريبا؟ 80.
انا والده من 8 شهور تقريبا. عندك رضاعه او حاجه؟ اه برضع بيتي. تمام. بمشي وبشرب ميه كتير جدا وبتحرك كتير جدا وباكل اكل دايما صحي، فريش سلطه وكل اكل معظمه يعني تقريبا صحي. هو توزيعه الدهون دي متوزعه غلط؟ يعني عندك عندي البطن زياده او الدراع يعني زياده او الارداف؟ البطن بالجناب البطن كلها في البطن؟ اه يعني بالجناب اللي هي بتاعت البطن العاليه. انا عندي مشكله كلها يعني تقريبا 10 كيلو زياده هم مقصرين في المنطقه دي. في المنطقه دي هي عندي منطقه الفخاد قليله يعني هي دي بتنزل اول حاجه. منطقه البطن ما بتنزلش، اخر حاجه بتنزل يعني. الحرق عندي قليل جدا مع اني بعمل كل خطوات اللي المفروض الاكل الصحي مش حول الدايت يعني. انا عملت دايت كتير طبعا قبل كده، معرفش هل ده اللي اثر ولا لا، معرفش ايه المشكله. بس بشرب ميه، بمشي، بعمل رياضه، باكل اكل صحي جدا، ما باكلش نشويات كتير. تمام. بحب الشوكولاته شويه بس مش بحاول اكل منها كتير يعني. بس انا مش عارفه ايه المشكله، انا مش عارفه ليه الحرق عندي ضعيف يعني. حتى لما رحت مره للدكتور قال لي الحرق، قال لي فعلا الحرق ضعيف. هقول لك هل في حاجه ممكن تعلي الحرق؟ ماشي اوكي. هي طبعا عندها مشكله في الحرق، هي غالبا من كتر ما عملت دايت ونظمت زي ما احنا قلنا مع نفسها، هي عندها بس 10 كيلو، ولازم يعني نفهم ان الكيلوهات الاخيره بتخرج يا مدام داليا بصعوبه يعني. وانا عايز اقول لك انا كنت لسه بتكلم في لخبطه الهرمونات بعد الجواز والحمل وفترات الرضاعه، فلازم تبقي فاهمه ان انت الفتره دي ممكن يكون الهرمونات نفسها ملخبطه شويه. لكن انا عايزك تقيس الحرق، لما بتيجي تروح للدكتور بتاعك بيكون عنده جهاز بيحلل لك مكونات جسمك، بيشوف الحرق وضعه ايه والميه وضعها ايه والكلام ده كله وضعه ايه. الحرق ده نفسه هو قد ايه بالظبط، ويوصف لك تتحركي قد ايه بالظبط. يعني مثلا لو الحرق نفسه 1600 سعر حراري وانت المفروض تحرقي من 1900 مثلا ل 2200 سعر، يبقى انت عندك فرق 300 سعر حراري. الدكتور عاده هيبدا بقى يوصف لك، يقول لك والله هينفع معاكي مثلا الايروبكس مثلا لمده نص ساعه يحرق 338 سعر، تمشي مثلا 45 دقيقه عشان تحرقي 270 سعر. السعرات دي على السعرات دي تظبط الحرق بالظبط، ويديك الدايت سعراته متناسقه مع الحرق، فهتخسي عادي جدا مفيش اي مشكله. فده لازم يعني تدققي في موضوع الحرق. طب دكتور في سؤال تاني. الاطفال بقى عندنا اطفال كتير جدا في سن صغير بيعانوا من سمنه، ازاي نقدر ننزلهم في الوزن من غير ما ناثر على صحتهم ومن غير ما نضايقهم برضه في نوعيات الاكل اللي هم بيحبوها؟ هو طبعا يعني الاطفال ده سن التمرد بقى يعني الطفل المتمرد مش عايز ياكل الاكل بتاع البيت والخضار اللي مامته بتعمله له بتطبخه له، وبعدين بيلاقي اصحابه بياكلوا الجانك فودز، بيجيبوا ساندوتش مش عارف ايه ومش عارف ايه. طبعا سن بقى هو كمان بياخد فيه المصروف من والده ووالدته، فعايز بقى يضيع فلوس ويبقى كبير. لازم نخلي بالنا من نفسيه الطفل، السيكولوجيه بتاعت الطفل وازاي نتعامل معاه. لازم من الاساس نعود النشأ انه يبدا ياخد اكل صحي. لازم نفهمه ان الخضار ده مفيد، ان اللبن ده مهم، ان الفاكهه ضروريه بعد الاكل. زمان لما كنا بنقعد على السفره مع اهلنا كان دايما تلاقي كذا طبق وبنخلص بناكل فاكهه. النهارده مفيش الكلام ده، الاهالي بيتلموا على السفره يقعدوا ياكلوا ولا في اكل صحي. الفاست فود. الامهات نفسها بدات تكسل تطبخ، بدات تبقى مشغوله، يا اما موظفه يا اما بيتها شاغلها، فما بقتش تخش المطبخ اصلا. فبدا الطفل نفسه يطلع عنده سمنه، ودي مشكله كبيره. مع السلوكيات بقى والتغيرات المحلات الكتيره بتاعت الفاست فود، احنا طبعا غلبنا امريكا وغلبنا ايطاليا وغلبنا الدول اللي احنا كنا بنتري عليها زمان في الاكل السريع والمعدلات السمنه العاليه عندهم. مصر هي الدوله اللي فيها معدلات السمنه عاليه جدا في الشرق الاوسط كله عشان نبقى عارفين يعني. فاحنا لما نفهم النشأ الفكر ونربيه على فكر سليم هيطلع عارف ايه الصح من الغلط. اذا هو بقى تخن وبدا الطفل يبقى عنده سمنه، لازم بسرعه نتحرك، لازم نبدا نوديه يبدا مع الدكتور ينظم اكله، لان الفتره دي عدد الدهون نفسها بيتغير بيكتر. يعني مثلا هو عنده 1000 خليه دهنيه، اللي بيكتر عنده الخلايا بيبقوا 2000 3 4000، لكن عند الكبار المحتوى الخليه نفسها بتكبر بتتمدد وترجع تاني تتقلص. فالخطوره ان العدد ده يكتر بعد سن البلوغ، عمر ما العدد ده هيقل تاني.
قبل البلوغ لازم الاطفال تخس. احنا طبعا عندنا اسئله كتير جدا كنا نحب نسالها لحضرتك بس وقت حلقتنا خلص. نشكر وجود حضرتك معانا. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، استنونا كل يوم ان شاء الله هنكون معاكم من الساعه 2 للساعه 3. استنونا وان شاء الله نشوفكم بكره. سلام عليكم.